هذه طريق اخترناها طواعية وسقيناها بأغلى ما نملك، سقيناها بالدماء. حمزة لم يكن بضعة مني بل كان كلي، حمزة كان روح الروح. نحن مشبعون بالإنسانية وهم مشبعون بالقتل. هذه دموع الإنسانية، دموع الكرم والشجاعة، وليست دموع الخوف والاستكانة. الصحفي وائل الدحدوح بعد دفن ابنه الشهيد حمزة الدحدوح: جبل، بطل، شجاع، صابر، مؤمن، أستاذ، رجل بكل ما للكلمة من معنى. خبر مؤلم وموجع، والأستاذ وائل الدحدوح فقد عائلته، ما بقي منها إلا بنته، ولكنه كسب قلوب الملايين من مختلف أنحاء العالم اللي حبوه وعاشوا حزنه معه وحاولوا أنهم يعزوه، حتى وإن كانت هذه الرسائل ورسائل التعزية ما عم توصل لقلبه. ولكن الله يكون معك ويصبرك وتضلك مثال. أنت اليوم إنسان في هيئة وطن. 109 صحفيين تم اغتيالهم منذ بداية طوفان الأقصى. هذا العدد يفوق الصحفيين اللي تم اغتيالهم في الحرب العالمية الثانية اللي امتدت إلى 6 سنوات، محاولة من الاحتلال أن يخفي الحقيقة. ما زال يقصف وما زال يعرض كل الصحفيين إلى كل أنواع التهديد والانتهاكات. إذا كنت فلسطينياً فأنت معرض للخطر اليومي منذ لحظة ولادتك، وإذا كنت فلسطينياً في غزة فأنت تراوغ الموت في كل لحظة من القصف والحصار والدمار ونقص المساعدات الطبية والغذاء والماء. أما إذا كنت صحفي فلسطيني في غزة فأنت تعاني الأمرين، لأن هذه المهنة، مهنة الصحافة الميدانية، هي مهنة خطيرة، ولكن اللي عم بيصير هلأ هو استهداف لعدد من الصحفيين بجرائم تضاف إلى السجل الإجرامي للاحتلال الإسرائيلي. أبو حمزة، فقط حمزة، هل نهنيك أم نواسيك؟ من أنت أيها الرجل الذي لا تنحني ولا تستسلم، وحتى إذا نزلت دموعك فهي دموع الشهامة والكرامة والرجولة؟ الخوف لا يعرف إلى قلبك طريق. أنت غزة على هيئة إنسان. يعني حزن كبير وحزن تقيل جدا على قلب رجل واحد. امبارح البكا والدموع اللي يمكن الأستاذ وائل ما شافها، يمكن شعر بمحبة الناس وشعر بتعاطف الناس وشعر بتعزية الناس اللي فعلا شافت فيه الأب وشافت فيه الأخ وشافت فيه الابن وشافت فيه الرجل الصامد وشافت فيه غزة، شافت فيه إنسان على هيئة وطن بالفعل. امبارح وهو عم بيدفن ابنه طلع وحكى على الجزيرة كضيف وليس كصحفي، وترتيب الكلام، ترتيب الجمل، الصمود اللي عم بيحكي فيه، الكبرياء اللي عم بيحكي فيه، الإيمان اللي عم بيحكي فيه، ولما حكى جملة من له شيئا عند حمزة فأنا موجود، وكل الناس قالوا له مسامحينك، بالليل الساعة 11:15 أنا قاعدة عم بحضر قناة الجزيرة بشكل لمتابعة الأخبار يعني، وبتنتقل المذيعة لقطاع غزة مع الصحفي وائل الدحدوح كمراسل صحفي. كمراسل صحفي. هو ما حكى عن حمزة، هو ما حكى عن إيش صار. قالت له: عظم الله أجركم يا أبو حمزة. قال لها: شكر الله سعيكم، نرى الآن الشوارع في غزة وال 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 وال. أمي قاعدة صارت تدمع، وهو ما جاب سيرة ما حدث معه. حجم المهنية، حجم الاحترافية، وأنا متأكدة أنه أكيد قناة مثل قناة الجزيرة كانت معطيته أيام ليعيش حزنه وليعزي نفسه وليكون موجود ببيته، بس أنا متأكدة أنه هو اللي أصر يرجع على الميدان ويوصل الخبر ويكمل الحكاية. إنسان علمتنا كتير دروس، مثلك مثل كل أهالي غزة. أسامة الشجراوي كتب: لقد بات الكفن ثقيلا يا وائل، لقد بات الحزن كثيفا أيها الجبل الشامخ، كم جثة ستحمل بيد مصابة
وكم دمعة ستذرف على ألم لا ينتهي، وكم فاتحة عليك أن تقرأ في فاجعة هذه النهايات، وكم ثأرا صار موجودا في رزنامة فقدك، وكم صبر عليك أن تستعير من سوق الزمن، وكم معلش ستواسينا الآن. يعني نادية قبل الفاصل كانت عم تحكي عن استهداف الصحفيين، وكنا عم نتابع مبارح كل الأخبار اللي تدين ما حدث للصحفيين، أكيد حمزة الدحدوح، الشهداء، ومصطفى أبو ثريا. والمؤسف بأنه هذا مش هجوم عشوائي ولا قصف عشوائي، كان في استهداف ممنهج لمركبتهم. فتخيلوا بأنه في صحفي أيضا في قطاع غزة اسمه أنس النجار، بارح تخيلي شو كتب. كتب: إلى هنا تنتهي تغطيتي الصحفية، فالبحث عن الأمان مع عائلتي لهو خير ألف مرة من البحث عن خبر ينقل لعالم لا يعرف معنى الإحساس ولا الإنسانية. رحم الله الزملاء وأعلن إيقاف عملي الصحفي في هذه الحرب الهوجاء. يا الله، تقدر تلومي؟ أكيد لا، هذا شعور أي إنسان. يعني من فوائد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه هي خلتنا نقدر نقرأ آخر ما كتب، صح، أو بعض ما كتب من أشخاص فقدناهم، ولكن طبعاً أثرهم موجود ولن يمحى. أشخاص يقفون دائماً على الجانب المنصف من التاريخ. شفتك مبارح رهوفة أنت منزلة رسالة على تويتر، يعني تغريدة كتبها حمزة لوالده، وعدت إلى الوراء فشفته كاتب تغريدة إلى والدته وقت العام الجديد. موتني، صح. كاتب: عام جديد سيقرع أبوابه، لكن حربنا يا أمي ما زالت طبولها أقوى. عام جفت به كل أيامه وتوقفت ساعاته عند تلك اللحظة وعند تلك النظرة. باتت أيامنا واحدة، لا لون لها لا طعم لها دونكم، فأنتم أيامنا وأنتم سعادتنا وثنايا الخير فيها. هنيئا لكم ما تبوأتم، وصبرا لنا على فراقكم. أعوامنا توقفت بتوقف نبضكم، إلى لقاء قريب يوم يعدون. في نهاية عام 2023 كان في صحفي قاعد مع مجموعة من الأطفال عم بسأل كل طفل: شو بدكم تصيروا بس تكبروا؟ شو أمنياتكم للعام الجديد؟ والملاحظة اللي لاحظها بأنه كل أطفال غزة بدأوا بسرد أحلامهم بعبارة: إذا كبرت. فهمت شو يعني؟ فاهمين لما طفل يكون هو مش عارف، طبعا هو مش عارف إذا رح يكبر أو لا. فإذا كبرت بحب أصير مهندس، إذا كبرت بحب أصير دكتور، إذا كبرت. كم وائل في أوطاننا وكم حمزة، دروس مهمة جدا ولكنها تفطر قلوبنا جميعا. الحمد لله على كل حال. صح 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 صح